بيكم في قناة إيميجو التالنت. فيديو النهاردة هعمل المينيونز، أنا عملت هما التلاتة اللي على طول مع بعض دولت. تعالى نشوف الطريقة هنعمله ازاي. هنا عشان اوفر في الصلصال استخدمت ورق الفويل وشكلت احجام المينيونز. هنا هبدأ أشكل النضارات وعيونهم. أنا عاملة طريقتين، دي الطريقة الأولى، اختاروا الطريقة اللي هي تريحكم. انا استخدمت اي شادو ازيم، تاريخه انتهى، على اساس ان انا اديله لمعه، تبقى في لمعه للنضاره بتاعته، شكلها حلو الصراحه، ادت افكت حلو. استخدمت رصاصي غامق كده. هنا هبدأ ألف اللي هو النضارة حوالين عينه. فهنا بحاول اعمل بلند ما بين الاتنين، بس المشكلة بس ان الصلصال اللي هو الرصاصي دوت مشكلته ان هو بيبقى ناشف، فمع الاسف مش عارفة اعمله بلند كويس. يعني نوع صلصال بروتو في الصلصال بيبقى ناشف جدا، فاضطريت ان انا احاول ازود حتة من عندي واعمل بلند. يعني الصراحة عملت النضارة دي بالعافية، انا عملت بتاع يجي 100,000 نضارة عشان اعرف اظبطها. يعني مشكلة الصلصال ده ناشف جدا الصراحة. دي بقى الطريقة التانية،
استخدمت اي غطا، غطا قلم، غطا الوان، غطا اي غطا عندكم، بس تبقى الغطيان متفاوتة في الحجم، يعني واحد كبير شوية والتاني اصغر منه. في كمان حاجات بتتباع جاهزة بتعمل شكل الدوائر دي، بس انا مش عندي الصراحة، فانا قلت اتصرف بقى باي حاجة من عندي. يعني استخدمت الوان في الماستر. دي اشكالهم الثلاثه. ما ننساش بقى ان احنا بس العين الاخيره دي نعملها بالملمع الليتر اللي انا عملته ده، الاي شادو. قبل ما نحط الابيض، لان هتلاقي الابيض دخل مع اللون. انا بالنسبة للي هو الشكل اللي هو الطويل، انا مش فاكرة اسمه، اسمه كيفن ولا اسمه ايه، مش فاكرة. انا عملت صلصال وحطيته وخبزته في الفرن الاول عشان يبقى سهل، بعد كده هبدأ اقصه. يعني لو هنعمل شعره لازم نخبزه عشان يبقى سهل بالنسبة لنا بدل ما يبقى طري، بعد كده هبدأ بقى احطه في راسه من فوق. الاصفر انا مش خبزاه، الاسود بس هو اللي مخبوز، يعني جسم الواد الاصفر ده ما اتخبزت لسه. طيب هنا انا خبزت الاصفر خلاص، انا اساسا يبقى سهل ان انا لما اجي اشكل الجنس بتاعه عليه، فانا خبزته. انتوا اختاروا الطريقه اللي انتوا عايزينها، انا بفضل ان انا اخبز الحاجه عشان يبقى سهل بالنسبه لي ان انا اعمل اللبس عليه. انا بخبزه حوالي ربع ساعة بس في الفرن، مجرد ان هو ينشف. بعد كده بعد ما اخلصه خالص كله برجع بقى بحطه لمدة نص ساعة. هنا عشان اعمل الجيب بتاعه
ان انا بصمم، بعمل فاشون هنا يعني عشان ادي افكت الجينز. استخدمت الاداه بتاعه التنقيط اللي هي التكستشر اللي فيها ده عشان اعمله كانه في افكت الجينز اللي فيه. لو حابين ان هو يبقى حاطط ايده في جيبه ممكن تهوها من الجنبين، بس انا قفلتها يعني فضلت ان انا اقفله. لو حابين تخليه يبقى مفتوح ويدخل ايده في جيبه هتهوها شوية من الجنبين. هنا بقى بالدبوس بعمل الافكت بتاعة الخياطة على الأطراف كلها. معلش هي الكاميرا مش عاملة فوكس، مش عارفة مالها، هي عاملة فوكس على حاجة تانية. هنا بعمل الجيب بتاعه الصغنن. برضو ما ننساش نعمل الافكت الخياطة للجيب. والافكت بتاع برضو للجنس. بعد كده بقيت السلوبيت من فوق الدراعات بتاعته. والله كأني بصمم لكم سلوبيت. والزراير بقى آخر حاجة الزرار. طيب هنا أخدت برضو من الاي شادو لون أزرق غامق، بعمل إفكت برضو للجنس كأن الأطراف بتاعته غامقة. آخر حاجة هعمل بقى شكل عينيه. هنا انا عينيه، بالنسبه لعينيه خليت اول حاجه لون عينه هتبقى بني غامق. هتلاقوني استخدمت لون اول حاجه البني ده بني الفاتح، هحط بعد كده لون اسود وهعمله بلند عشان يديني لون البني الغامق. هو لسه اللون ما نشفش فحطيت بسرعه اللون الاسود معاه وببدأ أوزع كده عشان يبقى يديني اللون البني الغامق. وهرجع بعد كده هستعمل تاني للقلم نفسه للبني الفاتح فوقيه. طبعا دي اسم ألوان إكريليك، لازم تبقى إكريليك عشان لو جه عليه مية مش هيروح يعني. فدي المفروض أقلام إكريليك. اخر حاجه بقى بعد ما ينشف خالص عينيه بحط بقى اخر حاجه انه البؤبؤ بتاع العين اللون الاسود.
برضو بدي الإفكس للرجلين للجنس. هنا ده الجوانتي بتاعه اللي المفروض ايده، المفروض ان هو ليه 3 صوابع. الايد بقى فيكوا تعملوا اي حاجه للايد، عايزه ايده، عايزينه ايده يبقى متنيه، حاططها في جيبه، رافعها فوق، اختاروا الحاجه المناسبه ليك او اللي حابين تعملوه. دي بقيه النضاره بتاعته. بالنسبه للنضاره ممكن تعملوا طريقتين، يعني انا هنا قطعته نصين وحطيته جنب بعض، يعني لان النضاره فيها خطين كده، يا اما تعمله عادي واحده اسود طويل وتحطه وتعمله بالكتر كده في النص خط. يعني هنا اهو انا حطيت 2 جنب بعض، بدل ما تعملوا الاتنين جنب بعض ممكن تحطوا اعملوا خط في النص. طيب بالنسبة لعينه، على أساس أديله لمعة على العين وخلاص خبستهم، استخدمت غيره أبيض، هو بعد ما بينشف بيبقى شفاف يعني، بس أنا حطيت كتير الصراحة بهدلت الدنيا يعني. ممكن تستغنوا عن الطريقة دي، ممكن تعملوه باللون اللي هو المونوكير الشفاف. أنا بمسح الزيادة يعني، ما تقلقوش عنه هتبان. خلاص ده هنا كده شكلهم النهائي، زي ما انتوا شايفين عينهم خلاص، الغير اللي حطاه في عينيه نشف، والاخير الصغير ده لسه شوية ناشف. بالنسبة للظهر انا نسيت اعمل ظهره من ورا اللي هو الصغير، لو لاحظين الفرق ما بين الطويل والقصير انا نسيت احط فيه قطعة من ورا، يعني عملت الاتنين التانيين وده نسيته، فعشان برضو متنسوش. زي هو عين الصغير ده لسه، عشان لسه عاملاه من فيش من كام ساعة فلسه ما نشفش قوي، التانيين نشفوا زي ما انتوا شايفين ان النضارة بتاعتهم شفافة.